دكتور مصطفى جويش وكيل وزارة الصحة المصرية السابق، مرحبا بك دكتور. دكتور، كيف ترى تعامل النظام المصري مع هذه الحالة المكتشفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك أستاذ محمد والسادة مرحبا المشاهدين. دكتور. هو الحقيقة إن لما تم الإعلان يوم الجمعة أمس في بيان مشترك بين الصحة والصحة العالمية، يعني استبشرنا خير ان منظمه الصحه العالميه دخل في الموضوع، لكن الحقيقه وجدنا ان البيان نفسه الاول كان بيان غامض بيتكلم عن شخص اجنبي مجهول، لم يذكر اي يعني اجراءات واضحه او مكان محدد حتى الناس تاخد احتياطاتها، وفي نفس الوقت قال بعض التعبيرات زي انه عمل لهم حجر صحي ذاتي في اماكن عقبيتهم، ده كان مصطلح غريب شويه على الاذان. الحقيقه اللي زاد الطين بالله لما خرجت وزيره الصحه في المساء، يعني حضرتك تفضلت حاليا مع احد الفضائيات واتكلمت، يا ريتها كانت صمتت، يعني هو صمت الحقيقه الوزيره كان ممكن الناس يعني تفهم من الوقائيين اللي في كل المناطق بينصحوهم. الحقيقه الوزيره هنا قالت كلام خطير جدا، احنا عندنا الوزاره اصدرت يوم 7 فبراير الحالي يعني من حوالي 10 ايام تقريبا ما اسموه بالدليل الاسترشادي او دليل ارشادي للحجر الصحي لمرض الكورونا، وقسمته عدة أقسام من ضمنها أساليب الوقاية والتحكم في العدوى، ونصت فيها على أهمية لبس الكمامة الواقية، ده في الدليل اللي الوزارة أصدرته أو القسم الوقائي بالوزارة اللي هم ناس عارفين شغلهم من سنين طويلة جدا. الوزيرة اليوم يمكن كنوع من الطمأنة بتقول الكمامة ملهاش لازمة، طبعا ده كلام غير علمي. الحاجة الثانية أنها بتقول يا ريت يلبسوها صح. الحقيقة الوحيدة اللي شفناها لابسة الكمامة غلط كانت وزيرة الصحة لما خرجت في مطار العالمين تستقبل العائدين من الصين، وكانت لابسه الكمامه بطريقه خاطئه وكان انفها خارج الكمامه، وصارت يعني كانت مسار سخريه لكل الحقيقه كل المصريين وقتها واستغربهم. يبقى اذا لبس الكمامه بطريقه سليمه ايوه مهم في الاماكن المزدحمه، واحنا عندنا المدارس في مصر مكدسه بالتلاميذ، يعني الفصل اللي ساعته 30 تلميذ او 40 بيقعد فيه 70 80 واحيانا 120، يبقى اذا فكره الزحام موجودة قطعيا في كل المدارس المصرية، والوزيرة بتتكلم بتقول يشم هواء نقي، أنا أين هو الهواء النقي؟ النسبة التلوث في القاهرة من أعلى المدن على مستوى العالم في التلوث الهوائي، التلوث البيئي منتشر في جميع أنحاء المدارس المصرية. الأمر الثاني بتقول ياكلوا كويس، إزاي المصريين التلاميذ ياكلوا كويس؟ وعندنا نسبة الفقر في مصر حسب البنك الدولي تقترب من 60% تحت خط الفقر، في حين ان التغذية المدرسية حاليا في مستوى متدني جدا، برغم ان مصر جاي لها منحة من منظمة الأغذية الصندوق الغذائي الدولي ب 5 مليار يورو على 5 سنين من العام قبل الماضي، يعني احنا ما زلنا في المنحة لكن مش شايفين لها اثر عند المدارس. يبقى اذا الوزيره بتقول الاطفال ياكلوا كويس ويشموا هواء كويس، لا ده متوفر ولا ده متوفر، دي جزئيه. في جزئيه ثانيه لما بتقول ان احنا ان هي بتتكلم دلوقتي بتقول ان عندنا 85% حالات بسيطه وبتخف من غير ما تتسجل، ما هي هنا الخطوره، ما الحاله البسيطه دي يعني مريض ايجابي لم يسجل، وهذا المريض الايجابي بين العدوى هيعدي كم واحد غيره، قالوا على الاقل 3 ل 4. زائد الوزيره قالت كلمه ثانيه مغالطه خطيره جدا بتقول ان حامل العدوى لا يعدي، لا هذا الميكروب تحديدا في الصين اعلنهم ان اول ما الميكروب يخش جوه الجسم 14 يوم اللي هي فتره الحضانه هذا الانسان معدي لما حوله. حاجه ثانيه خطيره جدا ان من يوم الاربعاء من يومين اعلنوا في الصين ان فتره الحضانه ممكن توصل ل 24 يوم. شكرا جزيلا لك دكتور، اعتذر لك، شكرا جزيلا لك في لندن. دكتور مصطفى جويش وكيل وزارة الصحة المصرية السابق. مشاهدينا الكرام، المسائية مستمرة وبعد قليل آخر فقراتنا وفيها: غارات روسية على ريف حلب والأمم المتحدة تعلن نزوح 143 ألف شخص من إدلب خلال 3 أيام.